طبعا هو الفرق كبير ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت. كل سنه ان شاء الله يبقى في تطور اكبر. السنه دي عندنا مهرجان نبته للاطفال، وده الحقيقه احنا مهرجان احنا مهتمين بيه جدا عشان ما يبقاش في حد من خارج الاسره مش موجود في المهرجان. كمان السنه دي في تعاونات مع مهرجانات اخرى زي مهرجان الرياض. كمان السنه دي عندنا مسرحيات ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. لا السنه دي طبعا حجم الشغل اكبر من السنه اللي فاتت بكتير. يعني سنه 2024 احنا قررنا انه او قررت الشركه المتحده انه يبقى المهرجان فعالياته ونشاطاته شامله كل افراد العيله، بمعنى انه كل الاعمار في العيله الواحده هيلاقوا كل اشكال الترفيه والنشاطات والفعاليات المناسبه ليهم. طبعا ده مجهود مضاعف، طبعا ده وقت اكتر، مجهود اكتر، عماله اكبر كمان. مدينه العالمين الجديده حلم بدا كبير، والمدينه في نسخه المهرجان الثانيه اللي بتبدا النهارده او بيعلن عنها النهارده، المدينه الاستعدادات بتاعتها ان احنا في مراحل مش التشغيل بس، تشغيل السكان او تسليم السكان في المراحل ديت. خططنا ان احنا نكون مدينه شغاله طول السنه، المدينه مش بس مدينه سياحيه او مستهدفين الانشطه السياحيه، لكن مستهدفين اكتر كمان انها تكون مدينة شغالة طول السنة بجامعاتها، بالمناطق السكنية اللي فيها، بالمناطق الإدارية اللي موجودة فيها. علشان تبقى كبير لازم تشتغل مع الكبار، فطبعا مفيش أكبر من الشركة المتحدة، وإن هي بتدي فرصة لتطور اللعيبة المصريين على مستوى العالم كله عشان تظهر بالشكل المشرف اللي يستاهله أولادنا المصريين. اختيار مدينة العالمين لأن هي مكان ساحر، أحسن بحر، من أفضل الشواطئ على مستوى العالم، فهي دي الواجهة المشرفة اللي نقدر نظهر بيها أبطالنا الرياضيين المصريين، ده غير دعم طبعا سيادة الرئيس والسيد وزير الشباب والرياضة لينا، فمفيش مكان أفضل من كده. أنا شايف إن البرزنتيشن ديت إن شاء الله إن المهرجان السنة دي فيه تركيز أكتر وفيه تقسيم للأنشطة، ده شيء إيجابي جدا، وتوزيع الأنشطة على مجالات مختلفة، وده بيخلينا كبريد مصري يعني بنسعد بالمشاركه مع حضراتكم تاني في النسخه الثانيه، لان النسخه الاولانيه كانت ايجابيه جدا وحصل فيها مشاركه ايجابيه جدا من البريد المصري، واحنا كبريد مصري وهيئه قوميه للبريد بنخدم اكثر من 165 خدمه للمواطنين المصريين. احنا كشركة سيتي ادج بنفخر بمشاركتنا في النسخة الثانية لمهرجان العالمين، واللي كنا شريك داعم في النسخة الاولى منه، وده لإيماننا بمدينة العالمين الجديدة اللي كان اسم شركة سيتي ادج مرتبط بيها من اول يوم كأحد اذرع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشركة سيتي ادج كمطور عقاري بنؤمن بوجود الحياة هي معنى التطوير مش مجرد مباني. الشركة المتحدة اللي عاملة مفاجأة لاول مرة في منطقة العالمين، هنعمل فيلد رماية الكود بين بول، دي الرياضة بدأت في أوروبا وانتشرت في وسط الميدل إيست، وبشكر شركة المتحدة وبالأخص الأستاذ طارق شرف على أنه هو تعاون معنا وقدم لنا كل الدعم من شركة المتحدة أن احنا نعمل بين بول فيلد في العالمين.